النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض من الكورس الاكسل خاص بالداتا اناليسيس. هنتكلم فيه عن اهم التولز اللي هتساعدك كداتا اناليست في التعامل مع الداتا بشكل اسرع وافضل. النهارده هنتكلم عن واحده من اهم التولز دي، وهي الوات اف اناليسيس. الوات اف اناليسيس نقدر نقول عليها ان هي خاصه اكتر بالتوقعات، وبتنقسم ل 3 تولز اللي هما السيناريو مانجر والداتا تيبل والجول سيت. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن السيناريو مانجر. السيناريو مانجر ببساطة إن أنت لو عندك داتا مثلا داتا عندك خاصة بالسيلز أو بالمبيعات، أنت متوقع إن أنت هتحقق عدد مبيعات معين خلال السنة، وعارف عدد القطع اللي أنت هتبيعها أو متوقع عدد القطع اللي أنت هتبيعها، وعايز تبدأ تعمل سيناريو. طيب لو التوقعات دي ما حصلتش أو حصل فيها أي مشكلة، زي مثلا طيب لو التوقعات دي زادت، يعني مثلا لو المبيعات انا كنت قايل ان هبيع 400 قطعه ولقيت ان هم لا بقوا 500 قطعه، فانا ببدا احط سيناريوهات في الداتا بتاعتي، بحط افضل سيناريو، بحط اسوأ سيناريو، بحط عموما كل انواع السيناريوهات اللي ممكن تقابلني وانا بحقق المبيعات بتاعتي طول السنه. فمثلا بعمل سيناريو لو المبيعات زادت والتكلفه قلت، طيب لو التكلفه زادت والمبيعات قلت، ببدا اشوف كل السيناريو دي ازاي بتاثر على الريفينيو او بتاثر على صافي الربح بتاعي. فمن هنا جت فكرة السيناريو مانجر، إن احنا بنبدأ نحط سيناريوهات للداتا بتاعتنا أو للتوقعات بتاعتنا، عشان لما تيجي إن شاء الله نحقق المبيعات طول السنة بتاعتنا منبقاش متفاجئين من أي حاجة حصلت أو أي عجز حصل أو أي مفاجأة حصلت في الداتا وإحنا بنحقق الربح بتاعنا. تمام. طيب خلينا نبدأ نفتح الإكسل بتاعنا ونشوف احنا منين بنجيب الـ What If Analysis. ببساطة بنروح عند الداتا وبنلاقي هنا الـ What If Analysis، بنلاقي فيها السيناريو مانجر والـ Goal Seek والـ Data Tool. تمام. عندنا هنا في الشيت بتاعنا عندنا مديني الـ Unit Price، سعر الوحدة أو سعر القطعة، ومديني الـ Quantity، الكمية اللي أنا متوقع إنها تتباع. طبعا لو ده حصل فأنا هيبقى السيلز اللي اتحققت عندي هي حصل ضرب الاتنين في بعض، فهنا السيلز بتاعتي هتبقى عبارة عن function حصل ضرب ده في ده. طيب ومديني الـ Unit Cost، تكلفة الوحدة 60، مديني التوتال كوست وقتها هيبقى ايه برضه فانكشنز اللي هي ايه، هتبقى ضرب يونت كوست في الكوانتيتي طبعا، وقتها هيبقى الريفينيو هو عباره عن السيلز ناقص التوتال كوست. لازم دول يبقوا عباره عن فانكشنز عشان لما اجي اعمل السيناريو بتاعي لو حاجه اتغيرت من دول الباقي يتغير على اساسها. تمام. خلينا نشوف على ارض الواقع ايه اللي ممكن يطلب مني ان انا انفذه. انت كداتا اناليست شغال في شركه ما، والطلب منك ان انت تعمل سيناريو للتوقعات اللي هم متوقعينها للمبيعات بتاعه السنه. فقالوا لك عايزين تعمل لنا مثلا البيست سيناريو والورست سيناريو، افضل سيناريو ممكن يتحقق واسوا سيناريو ممكن يتحقق. طبعا احنا عارفين ان افضل سيناريو ممكن يتحقق اني انا ابيع يونتس اكتر او ابيع بضاعه اكتر، ابيع قطع اكتر من القطع بتاعتي او من البرودكت بتاعي، وفي نفس الوقت الكوست بتاعتي تفضل ثابته او ممكن الكوست تقل، التكلفه لكل قطعه تقل، وقتها انا السيلز بتاعتي هتزيد، فطبعا الريفينيو بتاعي هيزيد. ده البيست سيناريو. طيب الورست سيناريو ان انا مثلا الاحظ ان انا محتاج اقلل سعر اليونت بتاعي او سعر القطعه علشان السعر ده مش محقق مبيعات، فانا محتاج ان انا اقلل السعر، او مثلا ممكن احتاج ان انا ازود الكوست لان المواد الخام اللي انا بستخدمها بدا سعرها يزيد، فانا محتاج ان انا ازود الكوست بتاع اليونت، فبالتالي السيلز بتاعتي هتقل فالريفينيو بتاعي هيقل. طيب ازاي ممكن نعمل سيناريو مانجر؟ ببساطة بنيجي هنا من داتا وبنيجي للوات اف اناليسيز وبنختار سيناريو مانجر. بيظهر لي تيبل دي، بيظهر لي المربع ده، فباجي اقول له اد، انا عايز ازود سيناريو، قال لك السيناريو نيم، فمثلا هنقول البيست سيناريو. اوكي التشينجينج سيلز، ايه السيلز اللي هتتغير؟ في البيست سيناريو قلنا التشينجينج او السيلز اللي ممكن تتغير عندي هي اكيد ان انا ممكن ازود الكوانتيتي، ان انا ابيع اعلى، ابيع عدد اكبر يعني، فهقول له تشينجينج سيلز هتبقى دي، ان انا ابيع اكتر، واعمل كوما واقول له كمان اني ممكن ازود السعر واني اليونت كوست تقل. تمام. اوكي دي البست، فبقول له ممكن ابيع مثلا 500 قطعة، وان القطعة بتاعتي تبقى مثلا 155، وان الكوست تقل تبقى ب55. اوكي تمام، هدوس اوكي.
وهقول له شو وريني بالسيناريو. فهنا لما جيت غيرت اليونت برايس وتغيرت الكوانتيتي فالسيلز اتغيرت زادت فالريفينيو زاد. تمام. طيب ممكن نعمل سيناريو تاني مثلا، هقول له اد الورست سيناريو. اوكي، ايه اسوأ سيناريو ممكن يحصل؟ قلنا ان مثلا سعر القطعة يقل او عاد القطع يقل، فبدل ما كان 400 ممكن ابيع مثلا 300 بس، وسعر القطعة انه يكون مثلا يرجع ل 140، وان الكوست بتاعتي تزيد مثلا تبقى 70، فده اسوأ سيناريو. فهلاقي هنا ايه، غير لي الداتا بالشكل اللي انا غيره، فدي خلاها 140 ودي 300 بس و70، فوقتها طبعا الريفينيو قل جدا لان السيلز بتاعتي قلت جدا. طبعا مش شرط يكون في بيست وورست بس، لا ممكن يكون في سيناريوز كتير. يعني ممكن سيناريو بس ان انا اليونت برايس هيبقى ثابت، ان انا بس ببيع زياده الكوانتيتي بس هي اللي تزيد بس معايا، ده سيناريو. سيناريو تاني ان يكون عندي الكوست زاد، لكن انا مش هقدر اغير في البرايس بتاع اليونت، فوقتها برضه ده سيناريو. فمش شرط ان يكون بيست وورست بس، مش شرط بيست وورست بس، ممكن يكون سيناريوز كتير. انت بس بتدوس على السيناريو وبتقول له، يعني بتدوس على السيناريو كده وهو بيوريك ايه اللي ممكن يحصل. كده شفنا السيناريو مانجر، شفنا ايه اللي ممكن نعمله بيه على ارض الواقع، او انت كداتا اناليست ممكن يطلب منك ايه تاسك، فتضطر ان انت تستخدم سيناريو مانجر عشان تنفذه، وتبدا ان انت تشوف السيناريوز المتاحه قدامك للداتا اللي انت هتستلمها او للداتا اللي هما متوقعينها انها تحصل في وقت معين. اتمنى ان كل شيء يكون واضح وبسيط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.